الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشروط والعيوب في النكاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الباب تكون من بحثين: بحث الأول بحث الشروط في النكاح، والبحث الثاني في العيوب التي تكون في الزوجين أو في أحدهما وما يترتب على ذلك. والشروط في النكاح غير شروط صحة النكاح التي سبقت، هذه شروط في النكاح، بمعنى أن أحد الزوجين يشترط على الآخر شروطا لمصلحته، وهذه الشروط لا يعتبر منها إلا ما كان قبل العقد أو مع العقد، أما ما جاء منها بعد العقد فإنه لا حكم له. إذا تم العقد فليس هناك شروط ولا حكم لها. نعم، وهذه الشروط يراعى فيها أن فيها مصلحة للمشترك. نعم. باب الشروط والعيوب في النكاح. نعم. إذا شرطت طلاق ضرتها. أولا، نعم، إذا شرطت عند العقد أن يطلق ضرتها، أي امرأته الثانية أو امرأته التي في عصمته، من أجل أن تنفرد معه في العشرة ولا يكون هناك ضرة تنافسها، لأنه معلوم غيرة النساء فيما بينهن، فهي تريد أن تستريح من الضرة، أي الزوجة الأخرى. فإذا كان عند الرجل زوجة وخطب امرأة وأجابته بشرط أن يطلق زوجته الموجودة، فهل هذا الشرط صحيح؟ الذي مشى عليه هنا أنه صحيح، لأن لها غرضا فيه ومنفعة فيه، فإن وفى به وإلا فلها الفسخ. وما هو معناه أنه يلزم الزوج بطلاق زوجته، هذا حرام ولا يجوز، لكن معناه أنه إذا لم يفي فإن لها الفسخ. هذه وجهة نظر القول بالجواز. والقول الثاني في المذهب أن هذا الشرط باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تسأل طلاق ضرتها لتكفأ ما في صفحتها وتنكح، هذا شرط فيه ضرر على الغير، ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول هو الصحيح، أنه لا صحة لاشتراطها طلاق ضرتها، إن رغبت أن تتزوجه على الوضع الذي هو عليه فلا بأس بذلك، وإن لم ترغب فإنها تعتذر عن الزواج به، ولا تضار المرأة الأخرى. نعم. أو أن لا يتسرى ولا يتزوج، أو عليه. شرطت عليه أن لا يتسرى، والتسري هو نكاح الأمة المملوكة، فقد أباح الله نكاح ملك اليمين، هذا هو التسري. فإذا كان عنده أمة، إذا خطبها
وعنده أمى أو إماء قالت لا بأس، لكن بشرط ألا تتسرى من أجل أن تنفرد بالجماع ولا يشاركها في غيرها، فهذا شرط لها أن تشترطه، فإذا لم يفي به فلها الفسخ إزالة للضرر عنها. نعم. ولا يتزوج عليها، أو شرطت أن لا يتزوج عليها، هذا أيضا شرط صحيح. إذا ما عنده زوجة وقالت لا بأس تتزوجت، لكن بشرط ما تزوج علي امرأة أخرى تضارني وتضايقني، هذا أيضا شرط صحيح لأن لها غرضا صحيحا، بخلاف الشرط الأول اللي شرط طلاق ضرتي، هذه زوجة موجودة، وأما هذا الشرط فهو شرط ألا يتزوج عليها امرأة أخرى، فهذا لها فيه غرض صحيح، فإن وفى به وامتنع من التزوج بغيرها وإلا فلها الفسخ إزالة للضرر عنها. إحنا ما نمنعه نقول له لا تزوج، هذا أحله الله له، لو تزوج لكن يكون لها الفسخ إن شاءت بقيت وإن شاءت فسخت. نعم. أو أن لا يخرجها من دارها أو بلدها، كذلك إذا شرطت أن تبقى في دارها ولا يأخذها إلى بيته، أو أن لا يسافر ينقلها من بلدها إلى بلد آخر، فلها ما شرطت لأن لها غرضا صحيحا في ذلك. فإذا أراد أن يخالف الشرط وأن يخرجها من بيتها أو من بلدها فلها الفسخ ولها أن تقبل. نعم. أو شرطت نقدا معينا، أو شرطت عليه أن يكون المهر من نقد معين، نقود كثيرة، دولارات، ريالات سعودية، جنيهات، هي شرطت نقودا معينة، شرطت أن يكون مهرها من الجنيهات أو من الدولارات أو من الريالات السعودية، فلها ذلك، لها ما شرطت، فإن جاء بعملة غير التي شرطتها فلها الخيار، إن شاءت قبلتها وإن شاءت رفضتها. نعم. أو زيادة في مهرها، أو شرطت أن يزيد في مهرها، تقول ما يكفيني المهر اليسير اللي معتادين الناس عليه، أنا أريد مهرا كثيرا، فلها ما شرطت لأن لها حظا في ذلك، فإن وفى به وإلا فلها الفسخ. نعم. أو زيادة في مهرها صح، صح في جميع هذه الصور إلا الصورة الأولى على القول الثاني لا يصح. نعم. فإن خالفه فلها الفسخ، هذه فائدة الشرط، هذه فائدة الشرط، أنه إذا خالف الشرط فلها الفسخ إزالة للضرر عنها، وليس معناه أن العقد يبطل، لا، العقد صحيح ولكن لها الفسخ. نعم. وإذا زوجه وليته على أن يزوجه وليته ففعل ولا مهر، هذا القسم الأول انتهى، وهو الشروط الصحيحة، الشروط الصحيحة، هذا القسم الثاني الشروط الباطلة التي تبطل العقد، الشروط الباطلة على قسمين، باطل يبطل العقد وباطل لا يبطل العقد لكن يبطل هو وحده، القسم الأول الذي يبطل العقد وهو أربعة أنواع، نكاح الشغار ونكاح المحلل ونكاح المؤقت ونكاح المتعة. نعم. وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعل ولا مهر بطل النكاح، هذا نكاح الصغار
وهو أن يزوجه وليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما، فهذا نكاح باطل بالإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار. قد فسره ابن عمر راوي الحديث بهذا الذي ذكره المؤلف، أن يزوجه موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما، تكون امرأة بدل امرأة، فهذا باطل بالإجماع لما فيه من الضرر على النساء. هذه صورة. الصورة الثانية، إذا كان بينهما زوجه موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته، لكن فيه مهر، كل واحدة لها مهر مثلها، فهذا المذهب أنه صحيح، لأن ابن عمر فسره لا مهر بينهما وهذا فيه مهر، ولا يكون على النساء ضرر ما دامت أعطيت مهرها ليس عليها ضرر، هذا المذهب. وقول الثاني أنه نكاح باطل وهو شغار مثل الأول، لأنه وإن أعطيت مهرا فإنها تخضع لرغبة وليها، تخضع لرغبة وليها لا لرغبتها هي، يكون وليها له غرض فيريد أن ينال غرضه بأن يتزوج مولية الآخر، ولو كان على المرأة ضرر ما يبالي بذلك، فهذا غير صحيح مثل الأول. نعم. والمذهب أنه صحيح لأن تفسير ابن عمر لا ينطبق عليه وهو راوي الحديث، ولكن الراجح قول الثاني أنه يبطل مثل الأول، لأن وجود المهر لا يزيل الضرر عن المرأة التي أخضعت برغبة وليها، يكون الحظ له لا دونها. نعم. فإن سمي لهما مهر صح، أي هذا على القول الأول. نعم. وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها، هذا النوع الثاني من النكاح الباطل والشرط الباطل الذي يبطل العقد، وهو نكاح المحلل. الله جل وعلا جعل الطلاق ثلاثا، طلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له، يعني فإن طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا، هذا حكم الله سبحانه وتعالى. يتزوجها الثاني زواج رغبة، لا زواج تحليل، زواج رغبة، لكن لا تنطبق معه فيطلقها أيضا عن رغبة منه، تزوجها عن رغبة ويطلقها عن رغبة، لا من أجل الاحتيال على حكم الله سبحانه وتعالى. فإذا حصل أنه تزوجها ثاني ووطئها حتى ما يكفي العقد، لا بد من أن يطأ الزوج الثاني، قوله صلى الله عليه وسلم حتى تذوقي، تريد أن ترجعي إلى فلان، لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته، يعني الوط، فلا بد من العقد ولا بد من الوط، وأن يكون هذا عن رغبة وليس عن حيلة، فإن كان عن حيلة لا عن رغبة، يريد أن يحللها للأول، فهذا نكاح التحليل وهو باطل، لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له، وسماه التيس المستعار تهجينا له، تهجينا له،
شبهه بالحيوان كأنه تيس يستعار للقرع للقراع، هذا من باب التهجين، هذا نكاح التحليل وهو باطل ولا يحللها للأول، هذا النكاح لا يحللها للأول، لأنه ما ليس النكاح الذي أمر الله به حتى تنكح زوجا غيره، ليس هذا ما أمر الله به. نعم. وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها أو نواه بلا شرط، يعني صرح بالشرط أنه إنما يتزوجها ليحللها للأول، هذا باطل، أو أضمر هذا في نفسه ما في اشترطه، لكن هو تزوجها بهذه النية أنه يحللها للأول، فهذا باطل ولا يصح ولا تحل للأول. نعم. أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر. نعم، هذا النوع الثالث وهو النكاح المعلق، النكاح المعلق هذا نكاح باطل، إذا قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إذا جاء فلان أو ما أشبه ذلك من التعليق لم يصح، لأن عقد النكاح يكون منجزا ولا يكون معلقا. نعم. أو إن رضيت أمها. إيه، إذا علقه على رضاها أو رضا أمها أو رضا وليها أو إذا جاء الوقت الفلاني أو إذا قدم فلان، كل هذا تعليق لا يصح معه النكاح، لأن عقد النكاح يكون منجزا لا معلقا. نعم. أو إذا جاء غد فطلقها. نعم. أو وقته بمدة. هذا الرابع، هذا النكاح الرابع الباطل وهو نكاح المتعة، قال إذا جاء غد فطلقها أو زوجتك مدة شهر، زوجتك إياها مدة شهر أو زوجتك إياها في أثناء سفرك إلى الحج أو العمرة، فإذا قدمت من السفر انتهى النكاح، هذا نكاح المتعة وهو باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه في حجة الوداع، كان مباحا في الأول، كان نكاح المتعة مباحا في الأول، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأمرين نهى عنه وحرمه إلى الأبد في حجة في غزوة الفتح، في غزوة الفتح أباحه لأصحابه في مكة، ثم إنه نهى عنه وحرمه ونسخت الإباحة ولم يحلل بعد ذلك، فهذا بإجماع أهل السنة أنه نكاح باطل لأنه نكاح منهي عنه، ولكن الشيعة الإمامية أو الجعفرية يرون أن هذا النكاح جائز وأنه غير منسوخ، وهذا مذهب باطل يخالف نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عنه، فهو نكاح باطل ولا يعتبر له آثار النكاح الصحيح. نعم. أو وقته بمدة بطل الكل. وقته بمدة يعني شهر سنة أسبوع، هذا باطل، هذا نكاح المتعة وهو باطل. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه يرى جوازه ثم رجع، ثم إنه رجع عن ذلك ووافق الإجماع، إجماع أهل السنة. نعم. فصل. وإن شرط أن لا مهر أو لا نفقة لها،
هذا الشرط الفاسد الذي يفسد في نفسه، القسم الثاني يفسد في نفسه ولا يفسد العقد. نعم. شرط أن لا مهر لها، تزوجها قال ترى ما في مهر، شرط عند العقد عقد انه ما لها مهر، هذا يبطل الشرط، لا بد من المهر، لان الله جل وعلا امر بالمهر. واتوا النساء صدقاتهن نحله فان طبن لكم عن شيء اتوهن اجورهن. فالمهر لا بد منه في النكاح، وهو حق للزوجة في مقابل الاستمتاع بها ولأجل كرامتها، من أجل كرامتها لا توطى إلا بمهر ومال. فالمهر حق لها، فإذا تشارط على إسقاطه لم يسقط وهو لازم. فإذا رضيت هي أعطته شيئا منه عن طيب نفس، أعطته شيئا منه عن طيب نفس فلا بأس، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فيعطيها المهر، ولكن إذا سامحته عنه أو عن بعضه فلا بأس بذلك، لأن الحق لها. هذا بعد ما يتحقق المهر ويوجد، أما أن يشترط أنه ما فيه مهر من الأصل فهذا لا يجوز. نعم. قولا نفقة لها، هذا ينافي العقد، شرط هذه شروط تنافي مقتضى العقد، شرط أن لا مهر لها هذا ينافي مقتضى العقد، شرط أن ليس لها نفقة يزوجها ولا عليه منها، هذا شرط فاسد، لأن الله جل وعلا أوجب النفقة للزوجة على زوجها، أوجب نفقة الزوجة على زوجها، حق لها عليه، فلو شرطت أنه ما لها نفقة لم تسقط النفقة، وهذا الشرط فاسد، هذا شرط فاسد. نعم. أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر، أو شرطت أن يقسم لها أقل من ضرتها، شرط هو عليها أن يقسم لها أقل من ضرتها، أو يقسم لها أكثر، يعطيها ليلتين وضرتها ليلة واحدة، هذا شرط فاسد، لأن الله أوجب العدل، أوجب العدل، وقال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد، والعدل يكون في القسم ويكون في النفقة ويكون في الكسوة ويكون في المسكن، هذه الأمور التي يجب العدل فيها، فلا يجوز أن تشترط أو يشترط إسقاط المبيت أو أن يبيت عندها أكثر من غيرها أو أقل من غيرها. نعم. أو شرط فيه خيارا، أو شرط في النكاح خيارا، قال تزوجتها ولي الخيار إن شئت أمضيت وإن شئت تخليه مثل البيع، لا، ما في خيار، نكاح عقد النكاح عقد لازم من الطرفين أليس فيه خيار، يلزم بالعقد، هذا في البيع والمعاملات. نعم. أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما، أو شرط عليه الولي أو المرأة أنه إن جاء في المهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما، هذا شرط فاسد، العقد صحيح والشرط فاسد وملغى، ويلزمه الإتيان بالمهر حقا للزوجة. نعم. بطل الشرط وصح النكاح. أي نعم، لأن النكاح توفرت شروطه فلا تؤثر في هذه الشروط الخارجة عن حقيقته، لا تؤثر فيه، وإن فسدت هي في نفسها فلا تؤثر عليه. نعم. وإن شرطها مسلمة
فبانت كتابية. إذا شرط فيها صفة فلم يجدها، شرط أنها مسلمة فبانت كتابية، يجوز له يتزوج الكتابية لكنه يبي مسلمة، لأن المسلمة أحسن من الكتابية، فإذا وجدها كتابية فهو بالخيار، إن شاء استمر لأنه يجوز له أنه يتزوج الكتابية، وإن شاء فسخ. نعم. أو شرطها بكرا أو جميلة، أو شرطها بكرا فبانت ثيبا، فله الخيار، له الخيار، إن شاء استمر وإن شاء فسخ، فوات الصفة التي شرطها. نعم. أو جميلة، أو شرطها جميلة وبانت إنها غير جميلة، فإن له الخيار، إن شاء استمر وإن شاء فسخ. نعم. أو نسيبة، أو شرطها نسيبة، يعني لها نسب عربي شريف معروف قبلية، وجدها غير نسيبة فله الخيار، لأن الكفاءة في النسب ما هي بشرط لصحة النكاح، وإنما هي شرط للاستدامة، فإذا شرطها نسيبة إنها من قبيلة كذا وكذا تبينت إنها ما هي بنسيبة فله الخيار، إن شاء استمر وإن شاء فسخ ويرجع بالمهر. نعم. أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح، أو شرط نفي عيب لا ينفسخ به النكاح مما يأتي فله الخيار، إن شاء استمر وإن شاء فسخ، وله أن يرجع بالمهر على من غره. نعم. فبانت بخلافه فله الفسخ، بجميع هذه الصور إذا بانت بخلاف هذه الصفات فله الخيار لفوات شرطه. نعم. وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها بل تحت عبد. نعم. إذا كانت أمة مزوجة من عبد كلاهما مملوك هذا لا بأس، لكن لو عتقت فلها الخيار، إن شاءت تستمر تحت العبد وإن شاءت تفسخ، لأن بريرة رضي الله عنها لما عتقت وهي تحت زوجها مغيث وهو عبد خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تبقى معه أو أن تفسخ النكاح، ففسخت النكاح. نعم. وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها بل تحت، أما لو عتقت تحت حر هي أمة، هي أمة مملوكة تزوجها حر بالشروط التي سبقت، الحر ليس له أن يتزوج الأمة إلا بشروط كما سبق، فعتقت صارت حرة ليس لها الخيار لأنه لا ضرر عليها، هي تحت حر، بخلاف الصورة الأولى إذا عتقت وهي تحت عبد صارت حرة تحت عبد يصير عليها ضرر. نعم. فصل. ومن وجدت زوجها مجبوبا، هذه العيوب، الفصل هذا في العيوب، انتهى من الشروط وانتقل إلى بيان العيوب. العيوب على ثلاثة أقسام، القسم الأول عيوب خاصة بالرجل، القسم الثاني عيوب خاصة بالمرأة، القسم الثالث عيوب مشتركة بينهما. نعم. ومن وجدت زوجها مجبوبا، هذا من العيوب الخاصة بالرجل، إذا وجدت زوجها مجبوبا يعني مقطوع الذكر لا يستطيع الجماع، مقطوع الذكر أو بقي من ذكره ما لا يستطيع به الجماع فلها الخيار لإزالة الضرر عنها، لأن الجماع أمر مطلوب للزوجين فيه مصلحة عظيمة، فإذا وجدته لا يستطيع الجماع لأنه مجبوب الذكر فإن لها الخيار. نعم. أو بقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ،
بقي من ذكره ما لا يستطيع الوطء مثل المجبوب نهائيا، لها الفسخ إزالة للضرر عنها. نعم. وإن ثبتت عنته بإقراره أو تزوجت عنينا، العنين هو الذي ذكره موجود، موجود ذكره ولكنه لا يستطيع الوطء، ما في شهوة، العنين هو الذي ليس فيه شهوة، هذا هو العنين. فإذا وجدته عنينا وهي لم ترضى به ولا درت أنه عنين وطالبت، فإنه يمهل سنة، يمهل سنة، فإن وطئ خلال السنة وإلا فلها الفسخ. ولماذا يمهل سنة ولا تفسخ في الحال؟ قالوا لأنه إذا مرت عليه الفصول الأربعة، فصول السنة الأربعة، فصل الربيع، فصل الشتاء، وفصل الصيف، وفصل الخريف، ولم يجامع في هذه الفصول، دل على ثبوت العنة، دل على ثبوت العنة، فلها الفسخ. وإن وطئ فلأنه قد يتغير مع الفصول، والشهوة تروح وتجي، ربما أنه مع الفصول، تغير الفصول يتغير حاله. نعم. وإن ثبتت عنته بإقراره أو ببينة على إقراره، هو قال نعم هو عني ولا علمها. نعم. أو ببينة أو ببينة على إقراره، جاءت هي ببينة أنه معترف أنه عنين لكنه ما علمها، نعم ثبتت عنته حينئذ، فيمهل سنة. نعم. أجل سنة. نعم. منذ تحاكمه، منذ تحاكمه، منذ تحاكمه. نعم. أجل سنة منذ تحاكمه. نعم. فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ. إن وطئ خلال السنة دل على أنه غير عنين، وإنما هو يأتيه الشهوة في وقت دون وقت. نعم. وهي ظنت أنه عنين. نعم. فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ. وإن تمت السنة ولم يطأ ثبتت عنته، فلها الفسخ إزالة للضرر عنها، إن شاءت بقيت معه وإن شاءت فسخت. نعم. وإن اعترفت أنه وطئها تسقط خيارها في مسألة العنين إذا اعترفت أنه وطئها، فإنها لا تقبل دعواها لأن اعترفت بخلافها، لأنه لو كان عنينا ما وطئها. نعم. وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين. نعم. هذه واحدة. ولو قالت في وقت رضيت به عنينا، هذه الثانية، يسقط خيارها أيضا إذا رضيت به عنينا، يسقط خيارها بأمرين. الأمر الأول إذا اعترفت أنه وطئها، فإن اعترافها يكذب دعواها فلا تسمع. الأمر الثاني إذا رضيت به عنينا، إذا رضيت به عنينا باعترافها أو بالبينة على أنها راضية، دارت منه عنين وراضية، أليس لها خيار؟ نعم. سقط خيارها أبدا، أبدا يعني في كل الأوقات. نعم. فصل. والرتق. نعم. هذه العيوب الخاصة بالمرأة، العيوب الخاصة بالمرأة. نعم. والرتق والقرن. الرتق والقرن والفتق، الفتق كله. الرتق هو أن لا يكون فيها مسلك للذكر، تكون مخلوقة ليس فيها مسلك، إن فيها ما فيها مسلك البول فقط وليس فيها مسلك للذكر، هذه رتقة، هذا عيب يفوت على الزوج المطلوب من الزواج، هذا عيب فيها، فله الخيار إذا لم يكن راضيا بذلك أو عالما به، له الخيار. نعم.
والقرن، والقرن وهو لحم ينبت في الفرج ويسده فلا يستطيع الزوج قضاء حاجته لأنه مسدود باللحم. نعم. والعفل، والعفل وهو الورم، يكون في الفرج في مسلك الذكر ورم أيضا يسد المخرج فلا يستطيع الجماع، هذا عيب يفوت على الزوج مطلوبه. نعم. والفتق، والفتق وهو أن ينخرق، ينخرق مسلك البول مع مسلك الوطن مع مسلك الذكر ويكون بينهن حاجز، أو ينخرق ما بين الفرجين ما بين القبل والدبر ينخرق، هذا يسمى فتق، انفتق الذي بينهما، هذا يجعل فيها عيبا ينفر الزوج، ينفر الزوج منها. نعم. واستطلاق بول ونجو، هذا مشترك، استطلاق البول والنجو وهو الغائط، ما يمسك يصاب بآفة فلا يستطيع إمساك البول، أو يصاب بآفة فلا يستطيع إمساك الغائط، يخرج منه بدون اختياره هو أو هي، هذا عيب لأنه ينفر، ينفر السليم من المعيب، فلأحدهم الخيار إزالة للضرر. نعم. وقروح سيالة في فرج، القروح السيالة في فرج المرأة أيضا هذا يثبت الخيار، سيالة يخرج منها صديد، يخرج منها مادة بصفة دائمة، هذا ينفر الزوج منها ويقلل الشهوة واللذة فيكون عيبا فيها. نعم. وباسور وناسور، هذا في الجميع يكون في الرجل والمرأة، باسور في الدبر أو ناسور، ناسور بالصاد في الدبر، هو أنه ينبت فيه، ينبت فيه نابتة مؤلمة، هذا أيضا ينفر أحد الزوجين من الآخر، وربما أنه يصيب بالعدوى، يصيب بالعدوى على الآخر. نعم. وخصاء، هذا خاص بالزوج، الخصاء يعني يكون مقطوع الخصيتين، إذا قطعت الخصيتان صار ما يستطيع الجماع، ما يستطيع الجماع، هذا خصي، الأول مجبوب مقطوع الذكر والخصيتان باقيتان، هذا بالعكس، الأول مجبوب وهو مقطوع الذكر والخصيتان باقيتان، هذا بالعكس، الذكر باقي والخصيتان مجبوبتان، ما يستطيع الجماع، لا يستطيع الجماع إلا بالاثنين، الذكر والخصيتين. نعم. وسل، سل يعني استخراج البيضتين، بيضتي الخصيتين، استخراج البيضتين بدون قطع، هذا يسمى بالسل. نعم. ووجاء، ووجاء وهو رض، رض البيضتين، رض البيضتين، إلى رض البيضتين فإنهما يتعطلان، يتعطلان من الإنتاج والشهوة، هذه كلها آفات في الخصيتين، إما خصا وإما سل وإما رض، وهو الوجاء يمنع كل واحد منها، يمنع من الجماع، يفوت على المرأة مقصودة من النكاح. نعم. وكون أحدهما خنثى واضحة، كون أحدهما الرجل أو المرأة خنثى واضحة، خنثى المشكل هذا لا يزوج، ما يجوز تزويجه لأنه ما يدرى هو ذكر ولا أنثى، لكن الخنثى الواضح الذي فيه على فيه آلة ذكر وآلة أنثى لكنه تبين أنه ذكر أو تبين أنه أنثى، هذا الواضح، وجود الآلة الزائدة هذه عيب، وجود الآلة الزائدة عيب فيه،
لا يرضى به الآخر. فإذا كان ما درى تزوج على أنه سليم وتبين أنه خنثى واضح فله الخيار. نعم. وجنون خنثى خنثى والخنثى هو المشتبه اللي ما فيه اشتباه يجمع بين آلة ذكر وآلة أنثى هذا الخنثى. نعم. وكون أحدهما خنثى واضحا واضحا أما الخنثى المشكل هذا لا ما يزوج. نعم. وجنون ولو ساعة كذلك من العيوب المشتركة الجنون إذا كان أحدهما يعتريه الجنون والآخر ما درى فله الخيار إذا تبين ولو كان الجنون ساعة يعني ما هو مطبق لأن الجنون فيه ضرر فيه ضرر على الزوجة وعلى الزوج. نعم. وضرس كذلك من العيوب المشتركة بين الزوجين البرص وهو مرض جلدي مرض جلدي يجعل الجلد أبيض يجعل الجلد أبيض ومنه قسم أسود يقولون برص أسود ولكن الغالب البرص الأبيض وهذا ينفر هذا ينفر الناظر إليه ولا وليس له علاج البرص ليس له علاج ولذلك صار من معجزات المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام أنه يعالج الأكمه والأبرص الأكمه اللي ما خلق له بصر من الأصل والأبرص هو الذي يصيبه داء البرص فمن معجزات عيسى عليه السلام أنه يعالج هذه الأمراض التي لا تعالج هذه معجزة خارقة للعادة وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله هذه معجزات المسيح عليه الصلاة والسلام. نعم. وجذام الجذام مرض تتساقط منه الأعضاء والعياذ بالله الجذام مرض يصيب الإنسان تتساقط منه أعضاؤه. نعم. يثبت لكل واحد وليس له علاج ليس له علاج. نعم. يثبت لكل واحد يثبت لكل واحد منهما الفسق إذا هو أو هي إذا كان الأبرص أو المجذوم أو من ذكر أحد الزوجين يثبت للآخر الفسق لأن هذه العيوب تنفره تنفره من الآخر حتى ولو كان هو فيه مثل لأنه قد يرضى بعيبه هو ولا يرضى بعيب الآخر لو كان هو أبرص وهي برصة فله الخيار وهي أيضا لها الخيار لأن الإنسان يرضى بعيبه هو لكن ما يرضى بعيب الآخر أو هو مجذوم وهي مجذومة لكل واحد منهم الخيار لأنه لا يرضى بعيب الآخر. نعم. يثبت لكل واحد منهم الفسخ ولو حدث بعد العقد ولو حدث البرص والجذام بعد العقد لأنه ينفر صاحبه. نعم. أو كان بالآخر عيب مثله كما ذكرنا أو كان بالآخر عيب مثله كل منهما أبرص كل منهما مجذوم لا يوجب أنه يرضى بعيب الآخر. نعم. ومن رضي بالعيب أو وجد على مسقط الفسخ. نعم. ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له. من رضي بالعيب أو وجدت منه دلالة الرضا بعد علمه به بعد علمه به درى بالعيب ولكن صرح بالرضا أو وجدت منه دلالة لأنه وطئها أو هي سمحت له بالوطء هذه دلالة على الرضا فإنه يسقط الخيار لوجود الرضا أو علامة الرضا. نعم. الواجب أنه يمتنع إذا كان يريد
الفسخ يمتنع إذا علم، يمتنع حتى يحكم له بالفسخ. نعم. ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له. نعم. ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم. كل هذا الذي مر قلنا له الفسخ، ما هو بيفسخ هو تلقائيا، لا بد أن يرجع إلى الحاكم هو القاضي من أجل إثبات هذا العيب وإثبات الخيار، لأن هذه الأشياء بعضها مختلف فيه، بعض هذه الأشياء مختلف فيه، ولا يرفع الخلاف إلا حكم الحاكم. نعم. ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم، فإن كان قبل الدخول فلا مهر. طيب، مسألة المهر إذا فسخ أحدهما، إذا فسخ أحدهما إن كان قبل الدخول، إن كان قبل الدخول فليس هناك مهر، أما إن كان الفسخ بعد الدخول فإنه يتقرر المهر بموجب الدخول، يتقرر لها المهر بموجب الدخول، ويرجع به على من غره، يرجع الزوج به على من غره به. نعم. فإن كان قبل الدخول فلا مهر. فلا مهر لحصول، لأنه إن كانت الفرقة من قبلها هي اللي اختارت فليس لها خيار، لأن الفرقة جاءت من قبلها، وإن كان هو الفاسخ فلأنهم غروه ولم يبينوا له. نعم. وبعده لها المسمى، لها المهر المسمى لما استحل من فرجها. نعم. ويرجع به على الغار إن وجد، يرجع به الزوج على الغار الذي غره من الخاطب أو الولي أو هي لم تبين له. نعم. والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيف. نعم. التي ليس لها عقل، صغيرة ما بلغت، ما بلغت، أو مجنونة ليس لها عقل، أي ما تزوج بمعيب، ولا يقول وليها أنا أقوم مقامها، لا يجوز له هذا، لا يجوز له هذا، لأنه يجب عليه أن ينظر لها بالأصلح، وليس من مصلحتها أن تزوج بالمعيب، فلو زوجها بمعيب فإن العقد غير صحيح، لأنه لم يخطر لها ما هو من مصلحتها. أما المرأة التي لها اختيار وبلغت فهذه يرجع الأمر إليها، إذا رضيت لا مانع. نعم. والصغيرة والمجنونة والأمة، والأمة المملوكة يعني ما يسيطر عليها سيدها ويزوجها بمعيب، لأن هذا يضر بها، لا ضرر ولا ضرار. نعم. لا تزوج واحدة منهن بمعيب. نعم. فإن رضيت الكبيرة أما الكبيرة فتزوج بالمعيب، فإن رضيت استمر النكاح، وإن لم ترضى فلها الفسخ كما سبق. نعم. فإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع. أي نعم، ما يقول وليها لا أنا بعتر، ما بيستزوجين عنين ولا بيستزوجين مجبوب، يقول لها هذا لها هي ما هو لك أنت، فإذا رضيت فإنه لا يمنعها ولي، وليس لأن هذا ليس فيه ضررا على الولي، ليس فيه ضررا على الولي، فنتزوج المجبوب أو عنين ليس فيه ضرر على الولي، وإنما الحق لها هي. نعم. لم تمنع بل من مجنون ومجذوم وأبرص، بل وليها يمنعها إذا كان العيب جذاما، لأن هذا يتعدى إلى الولد، أو مجنون لأن هذا أيضا يتعدى ضرره، قد يقتل وقد يبطش وقد، وأيضا الناس يستعيبون مثل هذا، فالعار يلحق على الولي برضية الزواج. نعم. فإن
بل من مجنون بل من مجنون ومجذوم ومجذوم، لأن الجذام مرض خطير ومشوه أيضا، فللولي أن يمنعها لو رضيت ما ليس لها ذلك، لوليها أن يمنعها لأن الضرر يلحق على الجميع، عليها وعلى وليها. نعم. ومجذوم وأبرص. وأبرص أيضا لأن هذا يلحق، لأن البرص يعدي، قد يصيب الولد والذرية. نعم. ومتى علمت العيب أو حدث به لم يجبرها وليها على الفسخ؟ نعم، الخيار لها، إذا ثبت العيب ورضيت به ليس لوليها أن يجبرها على الفسخ، الفسخ حق لها، إن شاءت فسخت وإن شاءت استمرت معه، ولا يعترض عليها وليها. نعم. باب نكاح الكفار. يكفي. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا فقد شرط من شروط صحة النكاح كالولي أو الشهود مثلا، فهل يعد العقد باطلا ويقال إنه زنا، ولمن ينسب الأولاد؟ لا، إذا فقد الشرط يعد فاسدا ولا يعد باطلا، يعد عقدا فاسدا لوجود الخلاف فيه في من يصححه من العلماء، فلا يقال باطل، يقال عقد فاسد، والأولاد يلحقون به لشبهة العقد، يلحقون به لشبهة العقد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا شرطت المرأة أن العصمة بيدها فهل الشرط صحيح؟ نعم. إذا شرطت المرأة أن العصمة بيدها فهل يعد الشرط صحيحا؟ لا، ليس صحيح. إذا شرطت أن الطلاق بيدها، يعني أن الطلاق بيدها متى ما أرادت تطلق نفسها، هذا غير صحيح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول المؤلف رحمه الله في بيان الشروط الصحيحة في النكاح أو لا يخرجها من دارها، ذكرتم أن هذا شرطا صحيحا، فهل المراد بهذا نكاح ما يسمى بالمسيار حيث يأتي إليها في دارها فيكون صحيحا؟ لا، ما هو هذا زهج المسيار، هذا يسكنها في بيت، يسكنها في بيت، يصير بيتها بيت له، يأتي إليها وأولاده يكون فيها وتحت عصمته وتحت نفقته وتحت رقابته، هم هذا المسيار ما له عليها سلطة ولا له عليها كلام، ما له عليها سلطة ولا كلام، وليس لها نفقة وليس لها إلا ما فقط الشهوة، ففي فرق بين هذا وهذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ترون أن نكاح المسيار يعد نكاحا محرما؟ والله أنا ما أرتضيه، أنا ما أرتضيه لما فيه من المفاسد وتفويت مصالح الزواج الكثيرة، أنا ما أرتضي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا تزوج رجل امرأة ودفع لها بعض المهر، إذا تزوج رجل امرأة ودفع لها بعض المهر والباقي يدفعه عن طريق الأقساط، فهل يصح هذا العقد؟ نعم، يجوز أن يكون يدفع المهر دفعة واحدة أو مقسطا على أجل أو أجلين، ما في مانع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للزوج خيار الفسخ في هاتين الحالتين؟ الأولى إذا تبين أن أبا الزوجة أو سلالته بهم برص، علما بأن الزوجة ليس بها شيء ولكنه يخشى على ولده. لا، عزامة الزوجة ليس فيها ضرس سليمة، ليس له الخيار فيها. نعم. الحالة الثانية إذا كان يعتري الزوجة صرع، هل له الخيار؟ عرفتم هذا، إذا كان لأحدهما جنون ولا درى عنه الآخر فله الخيار إذا درى، سواء كان الزوج أو الزوجة، لأن الجنون فيه مضار
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان في الزوجة برص فهل يجوز للرجل أن يعزل عنها مخافة أن يأتيها من أن يأتيه منها ولد أبرص ولو لم ترضى؟ لا يجوز هذا، لأن الاستمتاع والجماع لها فيه حق، فإما أن يطلقها وإما أن يعطيها حقها ولا يمتنع من الجماع، لأن هذا يضر بها، عليها ضرر فيها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم في من يذهب إلى بعض البلاد ويجلس أسبوعا ويتزوج وهو جازم على أنه إذا عاد يطلق هذه المرأة؟ هذا زواج مؤقت، هذا زواج مؤقت، وفيه مفاسد وضياع للأولاد، وفيه تلاعب بالنكاح، هذا يريدون به قضاء الشهوة فقط، ولا يريدون به الزواج الحقيقي، إنما يريد قضاء الشهوة ويجعل الزواج وسيلة لقضاء الشهوة فقط، هذا لا يجوز ولا يصح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو رضيت المرأة بأن تكون لها ليلة ولضرتها ليلتين، فهل هذا يصح؟ إذا تنازلت عن ليلتها لضرتها لا مانع، أما الشرط لا، الشرط لا يصلح، لكن تنازلت هي عن حقها ما في مانع. سودة رضي الله عنها تنازلت عن حقها لعائشة، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، هذا حق لها، لكن بدون شرط عند العقد. نعم. الكلام الذي مر بنا الشرط الذي يكون عند العقد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل قد زنى بامرأة ثم حملت منه، وأراد الرجل الزواج منها مع أنه تائب إلى الله، فهل يشترط وضع الحمل أم لا يشترط؟ الزانية لا يجوز للمسلم أن يتزوج بها إلا بشرطين، الشرط الأول أن تتوب توبة صحيحة عن الزنا وتقلع عنه وتندم عليه وتعزم لا تعود إليه، الشرط الثاني أن تعتد، لا بد من العدة لئلا تكون حاملا من الزنا، لا بد من أن تعتد بثلاث حيض، إذا توفر هذان الشرطان جاز الزواج به، أما ما دامت لم تتب فلا يجوز الزواج بها، لقوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. نعم، هذه ما يجوز يتزوجها. نعم. والحمل هذا ليس منه، ما يلحق به، هذا سفاح، وربما يكون من غيره ما دامت تزني، مش اللي يدريك أن هذا منك، فلا يجوز هذا. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، ولد السفاح ولد الزنا لا يلحق بأب، وإنما يلحق بأمه فقط. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا تزوج الرجل امرأة ثم تبين له أن أخلاقها في السابق كانت غير سوية، فهل يعد هذا عيبا؟ إذا إيش؟ إذا تزوج الرجل امرأة ثم تبين له أنها كانت قبل النكاح أخلاقها غير سوية، فهل يعد هذا عيبا يفسخ به النكاح؟ الكلام على الحالة الحاضرة، إذا كانت حالتها الحاضرة حسنة فلا ننظر إلى الماضي، ما ننظر إلى الماضي، العبرة بالحاضر. نعم. تقول فضيلة الشيخ قل من يسلم من العيوب، قل من يسلم، لكن إذا أن الإنسان زال عنه هذه الأوصاف وهذه الصفات وحسنت حاله فالعبرة بالحال الحاضر. نعم. وإلا لو فتشت ما تجد سليما من الناس 100%. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم شراء الإماء إذا كنا موجودات في غير بلادنا؟ إيش؟ ما حكم شراء الإماء؟ الإماء؟ نعم. إيه؟
إذا كنا غير موجودات في بلادنا وأحضرناها إلى بلدنا لتكون أما. الإماء تبع الجهاد، إذا وجد الجهاد الإسلامي الشرعي وجد الرق ووجدت الإماء. أما الموجود الآن فالغالب أو الأكثر أو الكل أنه سرقات واغتصاب، فلا يصح لعدم وجود السبب وهو الجهاد في سبيل الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أفتى البعض، نعم، يقول أفتى البعض بنكاح ما يسمى بالزواج من الصديقة أو زواج الصديقة، وقد أفتاه للذين يقيمون في الخارج، فهل يجوز مثل هذا؟ هذا كما سبق، الصديقة يعني اللي يصادقها على الزنا، كانت صديقة له في الزنا يزني بها، لأن عندهم في الخارج إما أن يكون لك صاحبة صديقة في الزنا أو زوجة، والغالب منهم أنهم لهم أخدان، لهم أخدان وصديقات بدون زواج شرعي، فلا يجوز له أن يتزوج هذه الزانية وهذه الخبيثة، يتزوجها وهي خبيثة، يفجر معها ويفجر معها غيره، هذه زانية، ما يجوز أن تتزوج إلا بالشرطين السابقين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجلان لا يعرف أحدهما الآخر، فطلق أحدهما امرأته طلاقا بائنا. رجلان لا يعرف أحدهما الآخر، فطلق أحدهما امرأته طلاقا بائنا، فتزوجها الآخر بعده، وبعد الدخول لم يرغب في وطئها بل طلقها مباشرة، فهل تحل للزوج الأول بالعقد؟ ما تحل إلا بالوطئ، إلا بالوطئ بعقد صحيح، إلا بالوطئ بعقد صحيح. أمرين: أولا يكون العقد صحيحا، والثاني حصول الوطئ به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم، والشرط الثالث أن لا يكون احتيال وتحليل، الشرط الثالث أن لا يكون احتيال وتحليل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شيخ الإسلام بن تيمية له كتاب كبير اسمه إقامة الدليل على إبطال التحليل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من طلق امرأته ثلاثا ثم تزوجت برجل آخر. نعم. من طلق امرأته ثلاثا، نعم، ثم تزوجت برجل آخر وقد وطئها، ثم طلقها ذلك الرجل، ثم راجعها زوجها الأول، فهل له بعد ذلك طلقات ثلاث أو واحدة فقط؟ إذا كان استنفذ الطلقات الثلاث فإنها ترجع إليه بطلقات جديدة، بطلقات جديدة ثلاث. أما إذا كان باقي له عليها بعض الطلقات فلا يبقى له عليها إلا ما بقي فقط. فرضنا أنه طلقها طلقتين ثم خرجت من العدة، بانت بينونة صغرى، تزوجها آخر طلقها، ثم تزوجها زوجها الأول، ما بزيله إلا طلقه، ما بزيله إلا طلقه، لأنه راح عليه طلقتين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا خالف الزوج شرط زوجته فإن للزوجة الفسخ. نعم. إذا خالف الزوج شرط زوجته فإن للزوجة الفسخ، هل يكون الفسخ على الفور؟ الفسخ كما سمعتم لازم يكون عند الحاكم، لازم يحكم به القاضي، هم على الفور عند القاضي، إذا حكم به القاضي فلها الفسخ. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هل المصاهرة مثل ذلك؟ نعم. يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فهل المصاهرة مثل ذلك؟ وما حكم أم الزوجة من الرضاعة؟ هل هي؟ نعم، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ويدخل في هذا ما حرم بالمصاهرة، يحرم بالرضاع أيضا، يحرم بالرضاع. نعم. فأم الزوجة من الرضاع تحرم على زوج المرتضعة، تحرم أمها من الرضاع على زوج بنتها من الرضاعة،
لا. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عند اشتراط المرأة في العقد أن لا يتزوج الزوج عليها، أليس في هذا تعد على حكم الله من حيث التعدد؟ ما منعته يا أخي، ما منعته من الزواج، لكن تقول إن تزوج فأنا أفسخ. ما منعته أن يتزوج، له أن يتزوج، لكن إذا تزوج لها أن تفسخ، حق لها هي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في من يزوج ابنته الصغيرة والتي عمرها مثلا 15 سنة إلى رجل عمره 80 عاما، ويكون في الغالب لا يستطيع الإنجاب والوطأ، بل إن وليها يزوجها بقصد المادة فقط؟ هذا ناتج عن الأفكار الحديثة اللي نفرون من زواج الكبار، ونفرون من تعدد الزوجات. لا بأس أنها تزوج إذا كان الزوج صالحا، ولو كان كبيرا، ولو كان كبيرا. أبو بكر الصديق زوج ابنته وهي بنت 6 لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فوق 40. فإذا كان في الزوج صلاحية لها وفيه حظ لها فلا مانع، يزوج الكبار والصغار ولا تعطل النساء. هذه أفكار خربانة وتعبانة. الآن في حملة ضد الزواج، لكن يجون بحيل يقولون ما يزوج الكبير، ما يزوج اللي عنده 4 نساء أو 3 نساء أو حتى عنده امرأة ثانية، ما يجوز. ويطنطنون حول هذه الأمور، يريدون تعطيل الزواج. وحنا ننفذ ما يقولون ونردد ما يقولون بدون تفكير. شرعنا أباح هذا ولله الحمد. لا يجوز للولي أن يزوجها ابن 15 سنة إذا كان غير صالح، وله مثل أصغر منها، ما يجوز يزوجها وهو غير صالح لها. وأما أن يزوجها من فيه صلاحية ولو كان أكبر منها، ما المانع؟ هذا تقييد لما أحل الله، تحريم لما أحل الله. المدار على الصلاحية، كبيرا كان أو صغيرا. ولا نلتفت لهذه الأفكار الخبيثة التي تروج لقصد ما نتنبه له إلا بعد حين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص يذكر عن نفسه أنه كثير الوساوس ويسأل فيقول إني تزوجت بفتاة وقبل زواجي منها ذهبت مع والدها إلى مكة، وفي الطريق جاءتها الدورة، وبعد 1 سنة دخلت بها وتزوجتها، فهل يعد عقدي صحيحا؟ مش على الدورة منها، يجوز يعقد عليها وهي عليها الدورة، مش المال، يجوز أن يعقد عليها وعليها الدورة والعقد صحيح. لكن قد يكون أنه يقصد أنها ما أدت العمرة، أنها أحرمت بالعمرة وأصابها الحيض ولم تؤدي العمرة، ثم عقد عليها وهي ما أدت العمرة، هذا ما يصح، لأنها محرمة، ما زالت محرمة حتى تؤدي العمرة التي أحرمت بها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يدخل في العيوب الأمراض الخطيرة مثل السرطان أو نقص المناعة أو السيلان؟ لا، يدخل فيها مرض الأمراض المعدية، الأمراض المعدية والعياذ بالله تدخل فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يدخل الخنث المشكل على النساء؟ لا، ما يدخل على النساء، منعه النبي صلى الله عليه وسلم. اللي عنده شهوة يمنع، ولو كان خنثى مشكل، قد يكون خنثى مشكل عنده شهوة، لا يجوز يدخل على النساء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر المؤلف رحمه الله أن المجنونة لا تزوج بمعيب، وكما يعلم فضيلتكم أن المجبوبة المجنونة، مجنونة؟ نعم. إيش؟ المجنونة لا تزوج بمعيب. لا، المجنونة لا، المجنونة الجنون عيب في المرأة وفي الرجل. إذا علم الآخر أن صاحبه مجنون وهو لم يدري عند العقد فله الفسخ، له الفسخ. نعم.
ذكر المؤلف الشيخ أن الصغيرة والمجنونة لا تزوج بمعيب. الصغيرة إيش؟ والمجنونة لا يزوجها وليها بمعيب. أي العبارة الأخيرة. أي ويقول بأن المجنونة لا يرضى بالزواج منها إلا رجل معيب مثلها. فهل قول المؤلف صحيح؟ نعم قول المؤلف صحيح. قول المؤلف صحيح، وليس للولي أن يزوج الصغيرة بمن لا يصلح لها، أو المجنونة بمن لا يصلح لها، لأنه ينظر في مصلحتها ما ينظر في مضرتها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص يذكر قصة له فيقول: لقد عقدت على امرأة، وبعد دفع المهر لولي المرأة دفعت له 50,000، وعندما قمت بجمع أعمال الزواج والأثاث ووزعت رقاع الدعوة، وهذا الرجل له 10 بنات، قال: باقي لك 10,000 ادفعها، فإن أتيت بها وإلا فليس لك زوجة عندي. فجلست في حالة عصيبة، وقد عزمت الناس وخسرت مبالغ، ثم قال لي: اكتب لي ورقة 10,000 في ذمتك، وإلا فليس هناك زواج. فاضطررت في هذه الحالة أن أكتب له هذه الورقة. السؤال: هل لي أن أسدد هذا المبلغ بعد الزواج، مع العلم أن الورقة قد كتبتها باسم زوجتي وليست له؟ إن شئت تدفع لها الورقة، تدفع لها 10 منعا للنزاع والشقاق، وإن امتنعت وهو يطالبك فهذا لا بد من المحكمة، هذه قضية يا خصومة، روحوا للمحكمة. أما إذا رضيت ودفعت له هذا أحسن وقطعا للنزاع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين المني والمذي في الطهارة وفي شكله؟ من ناحية الطهارة المني طاهر والمذي نجس، ومن ناحية الشكل هذا رقيق سائل والمني منعقد أبيض. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو وقع العبد على سيدته برضاها فما هو الحكم في هذه الحالة؟ الحكم أن هذا زنا، إذا وطئها غير زوجها وغير سيدها هذا زنا. الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فلا يجوز إلا الزوج أو المالك أو المالك. أما العكس إن المالكة يطأها مملوكها هذا زنا، ولا يصح أنه تتزوجه أيضا كما سبق لكم، ما يجوز له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان للرجل أمة وعبد فقام بتزويج العبد من الأمة، فهل للسيد بعد ذلك أن يتسرى بهذه الأمة؟ يتسرى بها ويمزوجه ما يجوز يزوجها خلاص، من العبد أو من غيره، لأنه يعني مزوجة، والمحصنات من النساء يعني المزوجات. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المرأة التي طلقت وهي ترضع ابنها. نعم. المرأة التي طلقت وهي ترضع ابنها. نعم. وقد انقطع عنها الحيض بسبب الرضاع، فكيف تكون عدتها؟ نعم. امرأة طلقت وهي ترضع ابنها، وقد انقطع عنها الحيض بسبب الرضاع، فكيف تكون عدتها؟ تنتظر حتى يعود الحيض فتعتد به. إنما التي تعتد بالأشهر الآيسة التي ما ترجو أنه يأتي الحيض لكبر سنها، أو الصغيرة التي لم تبلغ الحيض، هذه تعتد بالأشهر. أما المرأة الحائض التي ارتفع حيضها وهي تعلم ما رفعه من دواء أو رضاع أو حمل، فهذه لا تزال في عدة حتى يرجع عليها الحيض، إلا الحامل فعدتها وضع الحمل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أخي الذي هو أصغر مني له راتب 5,000 ريال سنويا، وهو يعيش معي في البيت وأصرف عليه طوال السنة، فهل يجوز لي أن أخذ هذا الراتب؟ ما تأخذه إلا برضاه. أنت متبرع في إنفاقك عليه، وأما الدراهم اللي تخرج له من بيت المال هذه ملك له هو، إذا رضي يعطيك منها لا بأس،
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا شاب عمري 17 سنة، فهل لي أن أطلب من والدي أن يزوجني وهل يلزمه ذلك؟ إذا كان مالك مال وأن تعيش مع والدك محتاج للزواج يلزمه ذلك، لأن هذا من هذا تابع للنفقة، تابع للنفقة. أما إن كان لك راتب وتستطيع الزواج فلا يلزم والدك يزوجك، تزوج مما تكتسب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل عنده زوجتان ويعطي كل واحدة منهما من النفقة ما يكفيها، لكنه ليس على التساوي وذلك برضاهما، فما حكم ذلك؟ الواجب أنه يعطي كل امرأة ما يكفيها، وإذا زاد الأخرى عن ما يكفيها فلا بأس بذلك، لأنه أعطى كل واحدة ما يكفيها، إذا منح الأخرى زيادة من عنده فلا بأس بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل النية الممنوعة في التحليل هي من الزوج الثاني فقط؟ بمعنى لو تزوجت المرأة وكان في نيتها أن تتحلل لكي تحل للزوج الأول، فأصبحت تطالب الثاني بالطلاق وتخاصمه حتى يطلقها لتتزوج بالأول، هل هذا يعد نكاح تحليل؟ لا، الزوج ما درى عن هذا ولا قصد، فليس نكاح تحليل. التحليل إذا كانت نية الزوج، نية الزوج هذا. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمسلم أن يجمع بين صيام 6 من شوال وصيام الأيام البيض بنية واحدة؟ لا، ما يجمع بينهم، يصوم 6 من شوال على حدة ويصوم البيض على حدة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للكافر هل يسأل في القبر؟ والله يا أخي ما ندري عن أمور القبر عند الله، ما ندري من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذهب الأبيض هل يجوز لبسه للرجال؟ ما في ذهب أبيض، هذا تسمية فقط، إلا ما هو بذهب، ما في ذهب أبيض، يسمونه ذهب أبيض وما هو بذهب، لكنه نفيس، قد يكون أغلى من الذهب. الأصل الإباحة، الله لم يحرم إلا الذهب على الرجال والحرير، وأما بقية الأشياء فلا بأس، وإن كانت نفيسة أو غالية الثمن لا بأس بها، لأنها ليست ذهب. نعم. يقول فضيلة التسمية ما تخليه ذهب، تسمية ما تخليه ذهب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر الإمام البخاري في تاريخه الكبير عند ترجمة خارجة ابن زيد رضي الله عنه، ذكر الإمام البخاري، نعم، في تاريخه الكبير، نعم، عند ترجمة خارجة ابن زيد رضي الله عنه أنه تكلم بعد موته، ثم قال الإمام البيهقي في دلائل النبوة إن سندها صحيح. السؤال: على أي شيء تحمل مثل هذه القصة، حيث إن من مات معروف أنه لا يتكلم؟ الله على كل شيء قدير، إذا كان حصل هذا في قدرة الله سبحانه، تعتبر كرامة، تعتبر كرامة لهذا الصحابي. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.